اتفضل. سكر مظبوط؟ مظبوط، شكرا. ادخل انت جوه. مساء الخير. سألت عليك في السنتر الساعة 9، قالوا لي انك مشيتي. كنت فين؟ كنت مطرح ما كنت. انا حر. انت مش حر. وبعد كده لما اتصل بيكي لازم ترد عليا، مش مرة ما ترديش ومرة تقفل السكة في وشي. يا سلام، هو ده اللي في دماغك؟ ده اللي خلاك تجيني في انصاص الليالي وتطرد ناسي من بيتي؟ ناسك ايه وكلام فاضي؟ زكية اللي طول عمرها بتحرضك ضدي، محروس اللي طول عمره دفنك بالحياة، هما دول بقوا ناسك؟ وبعدين انا حر، حر فيكي، اعمل فيكي اللي انا عايزه، فيكي وفي بيتك وفي كل حاجة تخصك. وده بأمارة ايه ان شاء الله؟ بأمارة ان ليكي نفس الحقوق. من امتى ليه حقوق؟ كلميني دور يا سكر وما تغيريش الموضوع. انهي موضوع؟ كنسلت عليك مرة، زعلانة منك يا اخي، قاعدة مع ناس ومش فاضية، يجي ايه ده جنب اللي انت عملته فيا لما جيت لك لحد عندك؟ برضه بتلفي الدور يا سكر. كنت فين لما اتصلت بيكي؟ مين اللي خفت ترد عليا قدامه؟ انا ما بخافش. وبعدين انت اللي رفضتني. ايه، عايزني اتعذب وخلاص ولا ايه؟ مين اللي قال كده؟ انت. اخر كلام قلته لي بعظمه لسانك ملوش معنى غير كده. يعني كل اللي عملتيه ده ومش قادره تستحملي كلمتين مني؟ ده انا اتاثرت لك بدل المره 10. ده انا شويه كنت حبوس ايدك. انت ما قلتيش عليا. أول ما نزلت من عندي جريت وراكي زي المجنون بعدها بكام ساعة. اللي قلته كان صعب قوي. واللي عملتيه كان إيه؟ أنا بالرغم من أي حاجة بحاول أنسى وأسامح. أنا حاسس إن إحنا روح واحدة. إزاي تصدقي مهما قلتلك إن إحنا اتنين؟ مقدرش أكدبك يا يوسف. لو ما صدقتكش هصدق مين؟ قصدك إيه؟ حاسس ان في حاجة جواكي ومش قادرة تواجهيني بيها. حاجة زي ايه؟ ليه بتقول كده؟ كل مرة بتبعدي عني بتحصل مصيبة يا سكر. يا ترى عملت ايه المرة دي؟ كنت فين؟ مين اللي ما قدرتيش ترد عليا قدامه؟ حازم؟ حازم ولا غيره هتفرق معاك في ايه؟ كنت معاه ولا لا؟ ما بقتش تفرق يا يوسف، صدقني ما بقتش تفرق. لا تفرق، تفرق السما من الارض، تفرق اذا كان في فرصه حقيقيه بجد بينا نبتدي بدايه حقيقيه ولا الفرصه ماتت واللي بنعمله ده مجرد حلاوه روح. ساكت ليه؟ ما تنساش ان انا اللي جيت لك لحد عندك. اللي بينا ما كانش يخلص بعاد ولا بكلمتين يا سكر، انت عارفه. وانت كمان عارفه ان كان لازم تسيب الوقت هو اللي يقرب ما بينا زي الوقت ما بعد ما بينا. الكلام ده تقوله لاي اتنين غيرنا؟ اتنين طلبه بيحبوا بعض في المدرج ولا اتنين جيران بيشاوروا لبعض من الشباك؟ خطبت يا يوسف. يعني ايه؟ يعني ايه؟ ده مش من حقك، مش من حقك تعملي حاجة زي كده. نزلت من عندك مش شايفة قدامي، مش عارفة أنا بعمل إيه. لا، أنت كنت عارفة كويس أوي أنت بتعمل إيه يا سكر. أنت كنت جاية عشان تسمعي مني آخر كلمتين عندي، عشان تريحي ضميرك وتحس إنك عملت اللي عليكي. يعني أنت فاكر إن أنت لو كنت قلت لي كلمة عدلة كنت برضو هعمل كده؟ مش عارف،
والله مش عارف. تصدقي ما بقتش فاهمك زي زمان يا سكر. مش عارف اجاوبك. بس احساسي انك كنت بتتلككي. حقي برضو اخلص من التعليقه اللي انا متعلقاها طول عمري دي. مبروك. اديكي خلصت يا سكر. انا ما كنتش بتلكك يا يوسف. لو كنت خدتني في حضنك بس كان زماننا دلوقتي. زماننا ايه بس يا شيخة؟ زماننا ايه؟ زماننا ايه؟ ده ما فاتش 48 ساعة. اقل من 48 ساعة. انا بس مش عادي. انت ما تستهليش حتى ان اضيع وقت معاكي. انت ايه؟ انا مزمكش. عايز اروح افكر وعيد حساباتي. عايز اعرف وانا فعلا فهمت الناس اللي عاشرتهم طول عمري ولا مش فاهم. انا مش عايز اخسرك يا يوسف. بسيط. اتسلم حضرة الضابط ويلغي الاتفاق. اتفضل. موبايل اطلبي. مقدرش. مقدرش. يبقى ما تقوليش حاجة ما تقدريش عليها. حزن ملوش ذنب، ملوش علاقة باللي بينا. طول عمره كويس معايا. ما اقدرش اجرحه جرح زي ده. انا طول عمري وحش معاكي؟ انا استاهل اتجرح جرح زي ده؟ انا لما بجرحك بجرح نفسي. احنا اللي وصلنا نفسنا لكده. طيب انا عايزك تفتكر اللحظه دي كويس قوي يا سكر. مش عشان تندمي ومش عشان تلومي نفسك، بس اوعي تيجي بعد كده وتلوميني ولا تقولي لي احنا الاثنين وصلنا بعض لكده. يوسف انا انتي اخترتي، انتي اتورطتي. أنا آسفة جدا يا أمين بيه، الأستاذ يوسف تعبان في البيت. حاضر حاضر هخليه يكلمك الليلة إن شاء الله، يا هيكلمك يا هيجيلك بنفسه. مع السلامة. هو ماله سخن علينا ليه كده؟ هو عايزه ضروري أوي للدرجة دي؟ الأستاذ يوسف رئيس تحرير، ما ينفعش يسيبنا ويسيب الإدارة ويختفي كده. أنت مش بتقولي عيان، هيعمل إيه يعني؟ طب تعالى معايا. أجي إيه؟ أنا لازم أروح أنام، أنا مطبق من إمبارح وعندي حفلة بالليل. يا أخي بقى بطل نحت ليلة من نفسك، يلا قدامي، تعالى.